لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكمل مع بعض كورس الإيديف. هنتكلم في محاضرة النهاردة إن شاء الله عن حاجة مهمة جدا، ألا وهي نستد أبليكيشن موديول. طيب هل إحنا نقدر أصلا نعمل أكتر من أبليكيشن موديول؟ طيب وليه أصلا هنعمل ليه نعمل أكتر من أبليكيشن موديول؟ طب لو إحنا عملنا أكتر من أبليكيشن موديول هنستخدم أني كونكشن. لو احنا عملنا اكتر من ابلكيشن موديول، احنا طبعا عارفين ان الابلكيشن موديول هو اللي مسؤول عن الكونكشن مع الداتابيز او الترانزاكشن كوميت ورول باك. فكل ابلكيشن موديول بيفتح كونكشن مع الابلكيشن مع الداتابيز. طيب احنا لو عملنا اكتر من ابلكيشن موديول هنستخدم انهي كونكشن مع او انهي ترانزاكشن، وليه اصلا نستخدم اكتر من ابلكيشن موديول؟ طيب مبدئيا كده احنا نقدر نعمل اكتر من ابلكيشن موديول، مفيش مشكله عندنا في الابلكيشن. طيب ليه اصلا اعمل اكتر من ابلكيشن موديول؟ طيب اوراكل بتريكومند ان انت تعمل اكتر من ابلكيشن موديول في حاله ان الابلكيشن بتاعك كبير، زي مثلا الاي ار بي، فانت عندك اكتر من موديول زي الاتش ار، زي الفاينانس، زي الانفنتوري، زي الستورز، فانت عندك اكتر من مديول، وكل مديول طبعا في شغل كتير جدا في الاي ار بي. ففي الحاله زي كده اوراكل بتريكومند لك ان انت تعمل اكتر من ابلكيشن مديول. طب ليه بقى اعمل اكتر من ابلكيشن مديول؟ اولا عمليه تنظيميه في الابلكيشن، عشان يبقى عندك مثلا كل مديول في مجموعه من الفيو اوبجكت، وكل ابلكيشن مديول في مجموعه من الفيو اوبجكت ومجموعه من الفيو لينك تقدر ان انت تستخدمها، عشان برضو لو حصل عندك مشكله في ابلكيشن مديول معين الابلكيشن كله ما وقفش، يبقى بس المشكله في المديول اللي فيه مشكله، مش الابلكيشن كله يقف عشان مثلا فيو اوبجكت ضارب في ابلكيشن مديول معين. طيب احنا بقى نتكلم النهارده ان شاء الله عن ازاي ان احنا نعمل اكتر من ابلكيشن مديول، وازاي مثلا ان احنا نعمل بيرنت من الابلكيشن مديول ونحط تحته نستد ابلكيشن مديول. احنا لو جينا نبص كده على الدي ديفلوبر، هجيب لكم بس ابلكيشن كنت شغال فيها قبل كده، في اكتر من ابلكيشن مديول. طبعا ده سيستم مستشفيات، تمام؟ فسيستم مستشفيات سيستم كبير طبعا وفي اكتر من مديول، زي مثلا الكلينيك، زي اللايبراري، زي مثلا الراديولوجي اوبريشن، في اكتر من مديول، زي الاتش ار في اكتر من مديول. فكل مديول فيه مجموعه او كل مديول طبعا معمول له ابلكيشن مديول خاص بيه. يعني مثلا لو بصينا على الاتش ار فهنلاقي فيه مجموعه الايه الفيوهات والفيو لينك بتاعه الاتش ار. لو بصينا مثلا على الكلينيك، الابلكيشن مديول بتاع الكلينيك، هنيجي يعني مثلا او خلينا نبص مثلا على الراديولوجي، هنلاقي ان في مجموعه الفيو اوبجكت بتاعه الايه بتاعه الراديولوجي. طيب احنا عاملين اكتر من ابلكيشن مديول، احنا قلنا طبعا اكتر من ابلكيشن مديول عشان تبقى العمليه تنظيميه، ما يبقاش مثلا عندي اكتر من 100 فيو اوبجكت او 200 فيو اوبجكت في ابلكيشن موديول واحد، ولو واحد حصل فيه مشكله كل الفيو اوبجكت توقف او كل الابلكيشن يقف. لا، انا منظم العمليه عندي، وكل ابلكيشن موديول او كل موديول عندي انا عامل له ايه ابلكيشن موديول وفيه الفيوهات الايه الخاصه بيه. طيب احنا دلوقتي عندنا اكتر من ابلكيشن موديول، احنا طبعا عارفين ان الابلكيشن موديول هو اللي مسؤول عن الكونكشن مع الداتابيز او عن ترانزاكشن مع الداتابيز اللي هي كوميت ورول باك. طيب لما يكون عندي اكتر من ابلكيشن موديول هستخدم اني كونكشن، هستخدم اني كونكشن. طيب اوراكل في الحاله دي قالت لك ان انت هتعمل نستد ابلكيشن موديول. يعني ايه؟ يعني هتعمل ابلكيشن موديول كبير او بيرنت، تمام، وتحط جواه
كل الابلكيشن موديولز اللي اتشايلد. فهنا عملنا ابلكيشن موديول اسمه اب موديول داتا كنترول، وحطينا جواه كل الابلكيشن موديول زي الامبيولانس وزي الكلينيك وزي الاندسكوبي والايه وكل الموديول والاتش ار والحاجات دي كلها. تمام. طيب كل ابلكيشن موديول طبعا فيه الكوميت والرول باك الخاصه بيه هو. تمام. يعني مثلا لو جينا نبص على الكلينيك كده هنبص نلاقي فيه الايه الكوميت والرول باك. طيب والابلكيشن موديول الكبير اللي هو ده ليه طبعا كوميت ورول باك خاصه بيه. طيب انا في الحاله دي بقى هستخدم اني كوميت ورول باك او اني كونكشن مع الداتابيز؟ طيب اوراكل قالت لك ان انت هتستخدم الكونكشن بتاع الابلكيشن موديول الكبير اللي هو البيرنت. تمام. طيب ليه؟ قال لك عشان ما تفتحش اكتر من كونكشن مع الداتابيز. تمام. انت لو خدت كل ابلكيشن موديول الكونكشن بتاعه فانت في الحاله دي هتفتح اكتر من كونكشن مع الداتابيز، فانت يعني مع الشغل وكده طبعا هيبقى البرفورمانس ضعيف جدا وممكن الابلكيشن ايه تبص تلاقيه وقع منه. فاحنا النهارده في درس النهارده ان شاء الله هنتعلم ان احنا ازاي نعمل اكتر من ابلكيشن موديول وازاي نعمل نستد ابلكيشن موديول. طيب هنكريت ابلكيشن جديد، نقول له نيو ابلكيشن ونقول له اي دي اف ابلكيشن. تمام. وهنسميه مثلا اتش ار، اقول له نيكست. قال لي هعمل لك الموديل وهعمل لك الديفولت بتاعت الموديول، هسميها مثلا اتش ار والفيو كنترولر والايه والديفولت بتاعت الفيو هسميها فيو دوت اتش ار، واقول له فينيش. الشكل ده طبعا هو كريت للابلكيشن. طيب هنا الابلكيشن فاضي، هو كريت لي بس الايه الموديل والفيو. اجي على الموديل واقول له انا عايز اكريت البيزنس كومبوننت، بيقول لي مفيش كونكشن، فهقول له اعمل لي كونكشن مع الاتش ار. اقول له اوكي. طيب هجيب الانتيتيز بتاعتي، ممكن اخد كل الانتيتيز كده. تمام. واخدهم برضو على شكل فيوات مش مشكله. قال لي هحطهم لك في الايه في الباص ده، قلت له مفيش مشكله. طيب احنا دلوقتي مش هنكريت ابلكيشن موديول، احنا اللي ايه مش هخليه هو اللي كريت ابلكيشن موديول، احنا اللي هنكريت. واقول له نكست نكست. قال لي طيب انا كريت لك الايه الانتيتيز دي والفيوهات مش هكريت ابلكيشن موديول، قلت له اوكي فينش. طيب هو خلصهم بالشكل ده كده، لقيت اللي هو عمل لي الاسوسيشن والانتيتي اوبجكت والفيو اوبجكت والفيو لينك، بس ما عملش الايه الابلكيشن موديول عشان احنا ايه ما كريتناهوش. لو جينا نبص على الداتا كنترول هنلاقيها فاضيه مفيش اي حاجه. طيب جيت كده انا على الباكج بتاعت الاتش ار وقلت له نيو من البيزنس تير برضو، قلت له انا عايز اكريت ابلكيشن موديول. قال لي ماشي، انت هتسمي الابلكيشن موديول ده هتسميه ايه؟ قلت له هسميه بيرنت ابلكيشن موديول، بيرنت اب موديول. قال لي هتحطه في الباص ده موديل دوت اتش ار دوت اب موديول، قلت له مفيش مشكله. نكست. قال لي طيب هتحط جواه فيوهات ولا حاجه؟ قلت له لا مش هحط جواه حاجه، ابلكيشن موديول فاضي. تمام. نكست فينش. بالشكل ده انا كريت ابلكيشن موديول سميته بيرنت ابلكيشن موديول، بس ابلكيشن موديول فاضي. لو جيت تحت كده ابص الاقي ان في ايه اتكريت الابلكيشن موديول فاضي خالص. قلت له ماشي انا هكريت كمان ابلكيشن موديول.
هسميه مثلا ام ابلكيشن موديول. انا اعتبر مثلا ان الابلكيشن بتاع الاتش ار ده في اكتر من حاجه، في اكتر من موديول، ده يعني اعتبارا تمام. في اكتر من موديول، مثلا مديول للامبلويز ومديول للايه للديبارتمنت، ده بس يعني كمثال تمام. طيب هقول له نكست، قال لي هحطه لك في الباكج دي، قلت له ماشي نكست. قال لي في بقى ايه، في ابلكيشن مديول، لو عايز تعمل نستد ابلكيشن مديول من هنا. قلت له لا انا مش هعمل نستد ابلكيشن مديول من هنا، انا ايه هعمله من هنا. نكست وفينش. طيب لو جينا برضو نبص على الداتا كنترول، هنلاقي ان هو ايه جاب البيرنت ابلكيشن مديول وجاب الام ابلكيشن مديول، ده فاضي وده فاضي. قلت له ماشي انا هكريت ابلكيشن مديول تاني او تالت بقى، وهسميه ديبت ابلكيشن مديول. نكست وفينش. احنا طبعا بنعتبر ان الابلكيشن اللي احنا شغالين عليه ده بتاع الاتش ار ده ابلكيشن كبير وفيه اكتر من مديول، واحنا عملنا بيرنت في للابلكيشن مديول تمام، عشان نعمل نستد ابلكيشن مديول نحط جوه البيرنت ده الامب ابلكيشن مديول والديبت ابلكيشن مديول. طيب هنفتح البيرنت، هنلاقي في حاجه في الداتا كنترول، قال لك ان انت هنا في الداتا كنترول ممكن تضيف الفيو اوبجكت بتاعتك والايه والفيو لينك زي ما احنا عارفين. فنزلت تحت كده لقيت في حاجه اسمها ايه ابلكيشن موديول انستانس تمام. هنا بيقول لي ان انت عايز تضيف او الانستانس اللي انت عايز تحطها تحت الابلكيشن موديول البيرنت ده. فقلت له هحط تحت الابلكيشن موديول البيرنت ده الديبت ابلكيشن موديول وهشيل الواحد ده تمام، واحط ايه انستنس تاني من الام ابلكيشن موديول واشيل برضو الواحد اللي بنفس الاسم. لو سيفت كده وجيت ابص على الداتا كنترول، لو فتحنا البيرنت هنلاقي ان جه تحته اتنين ابلكيشن موديول تمام. في ابلكيشن موديول اسمه ديبت اب موديول وفيه الام اب موديول، الاثنين فاضيين طبعا. طيب قفلت البيرنت بقى كده خلاص، خلصت معاه وجيت على الديبت او على الام ابلكيشن موديول ده، وجيت على الداتا كنترول وضفت، جيت على الفيو اوبجكت او فيو اوبجكت اسف، احنا واقفين على الام، جيت فتحته هنا وضفت تيبل الامبلويز تمام كده. طيب وجيت على الابلكيشن موديول الثاني وفي الداتا كنترول برضو، وقفت من الفيو اوبجكت الديبارتمنت. طيب لو جينا نبص على الداتا كنترول، فتحت البيرنت وفتحت الديبت اب موديول، لقيت ان تحته ايه فيو اوبجكت اللي احنا حطيناه اللي اسمه ايه ديبارتمنت فيو. لو فتحت الابلكيشن موديول الثاني هلاقي الام بي الامبلويز فيو تمام. طيب بالشكل ده احنا كده عملنا حاجه اسمها نستد ابلكيشن موديول، وقلنا ان فايده النستد ابلكيشن موديول ان احنا بيبقى عندنا اكتر من ابلكيشن موديول، عشان لو الابلكيشن طبعا لو الابلكيشن كبير فهنقدر ان احنا نباكج الموضوع، او ان احنا مثلا يعني تبقى عمليه تنظيميه للابلكيشن تمام. فاحنا طبعا لو الابلكيشن كبير هيبقى مثلا لو بنتكلم مثلا في الاي ار بي او سيستم الاتش اي اس او الحاجات دي، فانت بتتكلم مثلا في 200 فيو اوبجكت او 300 فيو اوبجكت، فمش هتقدر ان انت تحطهم في ابلكيشن موديول واحد، وتبقى العمليه فيها مشاكل كتير، بحيث مثلا لو حصل مشكلة في الابلكيشن
في اي فيو اوبجكت، فهتلاقي الابلكيشن كله واقف، ما انتش عارف تشغله. انما في الحاله دي ان انت ممكن مثلا يكون في ابلكيشن موديول في مشكله او مش شغال، فممكن الايه والابلكيشن شغال عادي مفيش مشكله. طيب احنا في الحاله دي عملنا طبعا نستد ابلكيشن موديول عشان نعمل كونكشن واحد مع الداتابيز. طبعا كل ابلكيشن موديول هنا ليه الايه الكوميت والرول باك الخاصه بيه، بس انا طبعا مش هستخدم الكونكشن. يفضل يعني ابلكيشن او اوراكل بتريكومند ان احنا ما نستخدمش الكونكشن بتاع التشايلد او اللي جوه ده، ان احنا نستخدم كونكشن واحد بس على الداتابيز اللي هو بتاع الابلكيشن موديول الكبير. طيب هنيجي كده على الفيو، تمام، ونكريت بيج عادية نسميها مثلا employees. وهحطها تحت بيجز. هقول له مثلا اختار بالشكل ده واقول له ايه ابلاي سيلز، او خلينا بالشكل ده واقول له اعمل لي ابلاي للسيلز. طيب هاجي على الكومبوننت هنا، هنظم بقى الصفحة بتاعتي زي ما انا عايز. هاجي على الكومبوننت هنا واخد مثلا بانل ستريتش، بانل ستريتش لي اوت. وقلنا قبل كده ان البانل ستريتش لي اوت ده بتقسم الصفحه لخمسه فيسز، التوب والسنتر والبوتون والستارت والاند، تمام. هاجي بقى على الاستراكشر كده، بانل ستريتش، هاجي مثلا في التوب اضيف التايتل بتاع البيج، احط او التكست عادي واسميها مثلا امبلويز بيج. هظبط بقى الفونت بتاعي زي ما انا عايز، نخليها مثلا بالشكل ده، ونكبر مثلا السايز ونعمله بولد، طبعا تظبطه زي ما انت عايز. طيب عايزين بس نحط ده في السنتر كده، فهنحطها بين الجروب، اقول له سراوند ويز واختار بين الجروب واقول له اوكي. طيب هاجي على بين الجروب، طبعا لها بروبرتيز، اقول له الالاين بتاعها في الميدل مثلا، واللي اوت بتاعها مثلا فيرتيكال، الالاين خليه مثلا سنتر، تمام. ده الايه التايتل عندي في النص بالشكل ده. طيب هاجي في السنتر، خلينا على الاستراكشر زي ما احنا كنا واقفين. طبعا البوتون والاند والستارت مش هحتاجهم، هعمل لهم ديليت. واجي في السنتر احط مثلا بانل بوكس او بانل هيدر، خلينا نستخدم بانل هيدر النوبالي. طيب بانل هيدر ده مش بالشكل ده، بيعمل لي اكتر من فيس طبعا، وبيعمل لي تول بار والحاجات دي كلها، تول بار ومنيو بار دي كلها فيس ممكن ان احنا ايه نستخدمها. طيب هاجي في البانل هيدر مثلا هقول له اد employees، هقول له مثلا insert employees. تمام. طيب اخد بقى فورمة من الامبلويز، هاجي من عدتها كنترول، وهاجي بقى على الابلكيشن موديول بتاع الامبلويز، افتحه كده واخد الايه
الفيو اوبجكت بتاع الاندلويز على شكل ايه؟ على شكل كورة. قال لي انت عايز تضيف النافيجيشن وكده، قلت له مفيش مشكلة تمام. هشيل بس المانجر اي دي والحاجات دي مفيش مشكلة. اوكي. هنيجي بقى من الاوبريشن، هقول له هاخد الاوبريشن بتاع الكرييت، عشان اقول له كرييت هاجي هنا من الاوبريشن اقول له اخد الاوبريشن بتاع الكرييت. تمام. طيب بقى هنعمل كرييت طبعا، وهندخل الداتا ونعوز نعمل كوميت. فهناخد طبعا احنا قلنا الابلكيشن موديول ده طبعا ليه ايه؟ للترانزاكشن الخاصة بيه اللي هي الكوميت والرول باك. بس احنا هناخد من الابلكيشن موديول الكبير بحيث ما نعملش اكتر من كونكشن على الداتابيز. هناخد الكوميت والرول باك بتاعت الابلكيشن موديول الكبير. هنيجي على الاستراكشر تاني ونقول له ناخد الكرييت والكوميت والرول باك في بين الجروب كده مع بعض، وقول له اوكي. طيب النيو ده هقول له مثلا نيو امبلويز، والكومنت ده هقول له سيف، والرول باك هقول له كنسل. الكوميت والرول باك بس هعلم عليهم كده واشيل الديسيبل من عليهم، هو يبقى حاطط عليهم ديسيبل، اشيل الديسيبل من عليهم. تمام. طيب احنا كده عملنا البيج بتاعت الامبلويز. هنعمل بقى البيج تانية للديبارتمنت، نيجي على البروجكت ونيجي على البيجز واقول له نيو بيج. هختار برضه ابلاي السيمز واسميها ديبارتمنت. اقول له اوكي. ضغط البيج نفس النظام، هعمل هنا هنا اخد بقى الستريتش واحط مثلا فيها اوبوت تكست برضه فوق كده، اسميه مثلا ديبارتمنت أو ديبارتمنت بيج. طبعا هكبر الخط، خليه مثلا بالشكل ده، اكبر السايز شوية واخليه الفونت مثلا ايه بولد. طيب عشان احطه في النص زي ما قلنا، هنعمل بس هنحطه في بين الجروب سراوند ميد ويز بين الجروب، واقول له اوكي. اجي على بين الجروب في البروبرتيز بتاعتها، اقول له الالاين بتاعك سنتر واللي اوت فيرتيكال. تمام. هيحطها لي في النص بالشكل ده. طيب اجي على الاستراكشر، اجي في السنتر هنا. طيب خلينا نمسح بس الحاجات التانية دي مش هنحتاجها برضو. هاجي في السنتر واضيف مثلا خلينا نضيف مثلا بان البوكس. طيب البان البوكس ضاف لي بالشكل ده، في حاجة اسمها تول بار برضو ممكن اضيف هنا في حاجة مثلا. خلينا احنا نضيف هنا مثلا في التول بار ده نضيف فيه الكوميت والرول باك. هقول له مثلا انسيرت انسايد، مثلا خلينا ناخد
كوميت ورول باك برضو بتاعة الابلكيشن موديل الكبير واضيفها في الايه التول بار. تمام، هاجي بس هنا اقول له برضو خلي لي ده الاول واحطهم مع بعض مثلا او خليهم زي ما هم مش مشكلة. طيب هنيجي هنا في الديبارتمنت، هاجي في الابلكيشن موديول بتاع الديبارتمنت واقول له ضيف لي الفيو اوبجكت ده على شكل فورمه برضو، واقول له حط لي نيكست وبريفيوس، وهشيل الايه المانجر والايه واللوكيشن واضيف ده. طيب هو معترض هنا طبعا عشان احنا لو جيت على الاستراكشر كده ليه معلم لي عليهم باحمر كده، لان احنا حاطينهم في الفيست على طول، لازم نحطهم في كونتينر. اقول له مثلا علم عليهم كده واقول له مثلا سراوند ويز ايه بانل جروب. ما ينفعش ان انا احط الايه الكومبوننت على الفيست كده على طول، لازم احطها في كونتينر زي بانل جروب او اي بانلز يعني. هاجي على الكوميت ورول باك برضو زي ما احنا قلنا كده، وهشيل من عليهم الديسيبل. ناقص لنا حاجة بسيطة بس هنا، ان احنا نضيف الايه الاوبريشن بتاع الكرييت. هاجي على الديبارتمنت تمام، وهاجي على الاوبريشن واقول له هات لي الكرييت، حط لي الكرييت معاه. ممكن اجي من الاستراكشر كده واحط الكرييت مع مين في البانل جروب بتاعت النكست والبريفيوس والحاجات والنافيجيشن. طيب هاجي على البانل جروب بس واغير الاسم كده، هقول له انسيرت بارتنر. اقول له اوكي. طيب احنا لاحظنا هنا طبعا ان احنا عملنا اكتر من ابلكيشن موديول تمام، او عملنا نستد ابلكيشن موديول، عملنا ابلكيشن موديول الكبير وسميناه بيرنت ابلكيشن موديول، وحطينا تحته الديبت ابلكيشن موديول والايه والام ابلكيشن موديول. طيب احنا استخدمنا الفيو اوبجكت بتاع الديبارتمنت فيو والايه والامبلويز، بس لما جينا ناخد الكونكشن او الترانزاكشن خدنا الترانزاكشن من تحت الابلكيشن مديول الكبير. تمام، هنرن طبعا ونجرب، نمسك كليك يمين واقول له رن. طيب هو رن عندي طبعا بالشكل ده. ممكن طبعا انت تظبط البيج زي ما انت عايز وتظبط الديزاين واللي اوت زي ما انت عايز. طبعا النكست والبريفيوس والنافيجيشن دي هو حطها لك اوتوماتيك، واحنا حطينا نيو وسيف وكنسل. هاجي اقول له نيو ديبارت او امبلوي، وادخل له مثلا رقم اداره ما يكونش موجود، واقول له مثلا محمد علي، الايميل مثلا علي @ميل، والفون والحاجات دي ندخلها. الهاير ديت طبعا احنا عرفنا قبل كده ان احنا نقدر نعمل فاليديشن على الديت، وعرفنا ان احنا نعمل ليست اوف فاليو والحاجات دي كلها. هاجي اقول له كده كوميت تمام. طبعا لو جيت في الداتابيز لو فتحت الداتابيز كده هلاقي ان هو عمل لي كوميت للايه. طيب تعال نشوف الصفحه الثانيه بتاعتنا. لو جينا هنا مثلا كده قلنا له ديبارتمنت، وطبعا ده مش صح ان احنا نعمل كده، ان احنا نكتب في اليو ار ال. احنا هنتعلم بعد كده ان شاء الله ان احنا ازاي بقى نعمل نافيجيشن بين الصفحات وبعضها، وازاي نستخدم التاسك فلو والحاجات دي كلها. بس احنا دلوقتي مبدئيا خلينا ناخد مثلا احنا كنا مسمينها department.esf
تمام كده. الصفحة التانية بتاعت الديبارتمنت زي ما احنا شايفين كده عامل النافيجيشن، ودي البانل بوكس، تمام، فنقدر نفتحها ونقفلها، بيديك الاوبشن ده. واحنا كنا حاطين في التول بار الكوميت والرول باك. هقول له مثلا هنا كرييت زي ما احنا كنا عاملينها، وادي له مثلا إدارة مش موجودة، هقول له مثلا 44، وهقول له مثلا إدارة المعاشات أي حاجة، وأقول له كوميت. طيب تعالى ندور على الحاجات دي كده نشوف هتعمل لها انسيرت في الداتابيز ولا ايه. افتح السكيم بتاعت ال HR. يقول لي هيبقى اكسبيرت، ماشي. طيب لو فتحنا الديبارتمنت وجينا على الداتا، قلنا له مثلا عايزين الإدارة رقم 44، قال لي الإدارة اسمها المعاشات. طيب لو جينا على الإمبلويز، دورنا مثلا على الرقم اللي احنا كنا حاطينه، هنلاقي ان هو عمل له انسيرت في الداتابيز. طبعا مفيش مشاكل، احنا بس اهم حاجه نتعلمها النهارده ان احنا ازاي نعمل اكتر من ابلكيشن مديول، وان احنا ليه اصلا نعمل اكتر من ابلكيشن مديول، ولو عملنا اكتر من ابلكيشن مديول هنستخدم اني كونكشن مع داتابيز، او نستخدم اني كونكشن بتاع الابلكيشن مديول. قلنا طبعا ان احنا هنستخدم الكونكشن بتاع الابلكيشن مديول الكبير عشان ما يحصلش عندي اكتر من كونكشن على الداتابيز، ويحصل ان يحصل مشكله في البرفورمانس او مشكله في الابلكيشن. يا رب تكونوا استفدتوا، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.